السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زميلكم أحمد المحتسب. هلأ بدي أسوي فيديو شرح عن الجلاكتوز وفكتوز ميتابوليزم in the body. بهاي الفقرة بيحكي إنه the main source of galactose in food is lactose of milk. Lactose by intestinal lactase gives glucose and galactose which is absorbed from the intestine and goes via portal blood to the liver. هاي الفقرة واضحة بتحكي إنه اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، أوكي، هو the main source of galactose. هذا اللاكتوز راح يتكسر في الامعاء عن طريق انزيم اللاكتيز لجلوكوز وجالاكتوز. يعني الجلوكوز الكل بيعرف كيف راح يستخدم الجسم، راح يدخله في الريسبيريشن عشان يصنع لنا اي تي بي، بينما الجالاكتوز راح يتصرف فيه الجسم بطريقه ثانيه. هذا الجالاكتوز راح يروح في الليفر، اوكي، هناك بالعاده الجالاكتوز، اوكي، او اكسس منه از كونفرتد تو جلوكوز. كيف؟ في عندنا انزيم بالليفر اسمه جالاكتوكاينيز. هذا الجالاكتوكاينيز طبعا باين من اسمه كاينيز انه راح يعمل فوسفوريليشن للجالاكتوز، اوكي، راح يحول الجالاكتوز لجالاكتوز 1 فوسفيت، راح يستهلك اي تي بي ويحولها لاي تي بي، راح يسوي هاي الرياكشن عن طريق مساعده المغنيسيوم ايونز، اوكي. بعدين الجالاكتوز 1 فوسفيت راح يعمل رياكشن مع اليو دي بي جلوكوز. هذا طبعا اليو دي بي جلوكوز هي عباره عن يو دي بي شبكه مع جلوكوز، اوكي، يعني يو دي بي هو عباره عن كارير، اوكي. هذا الانزيم اللي اسمه جالاكتوز 1 فوسفيت ترانسفيريز، اوكي، راح يعمل كاتالايزنج لهي الرياكشن تحت الجالاكتوز 1 فوسفيت واليو دي بي جلوكوز. راح يعكس الكاريرز، راح يعكس الشوكر الشابكه في الكارير، فيعني راح يطلع هاي الجلوكوز الشابكه باليو دي بي، راح يفصلها عن اليو دي بي ويطلعها فري، اوكي، طبعا شابكه مع فوسفيت بدالها. بينما الجالاكتوز 1 فوسفيت، اوكي، راح تفصل عن الفوسفيت وتشبك مع اليو دي بي بدل الجلوكوز. الجلوكوز 1 فوسفيت بعدين بشوف طريقه، يا اما بتحول لجلايكوجين في الليفر، اوكي، او بحولوا الليفر لجلوكوز 6 فوسفيت وبعدين الجلوكوز عشان يطلعه في الدم يروح على other tissues in the body. اوكي، بس المشكلة وين؟ انه بالاخر اذا ضل اليو دي بي جلوكوز يتحول ليو دي بي جلاكتوز راح يخلص، اوكي، وفيش في طريقه جالاكتوز 1 فوسفيت، فيش في طريقه بيقدر فيها جالاكتوز 1 فوسفيت انه يتحول لجلوكوز 1 فوسفيت، كويس، فراح يعمل اكيوميليشن لجالاكتوز 1 فوسفيت ومش راح تقدر هاي العمليه انها تكمل. فشو كيف بيعالج الجسم هاي المشكله؟ في انزيم في الليفر اسمه يو دي بي جالاكتوز 4 ايبيميليز. هذا الانزيم راح يحول يو دي بي جالاكتوز ليو دي بي جلوكوز، راح يعمل ريسايكلينج لليو دي بي جلوكوز، فبالتالي بيقدر الكونفرجن اوف جالاكتوز لجلوكوز انه يكمل. جالاكتوسيميا، هذا الجالاكتوسيميا از كونجنيتال ديزيز، معناته مرض وراثي، اوكي، بصير بالعاده باي ديفيشنسي اوف جالاكتوكاينيز جالاكتوز 1 فوسفيت يوريدين ترانسفيريز، اوكي، او يو دي بي جالاكتوز ايبيميريز. بصير بالعاده ذا ديفيشنسي من اي واحده من هدول الثلاثه انزيمز، اوكي، بس بالعاده بتكون الديفيشنسي اوف جالاكتوز 1 فوسفيت يوريدين ترانسفيريز از مور كومن. اي واحده من هدول الثلاث انزيمز اي ديفيشنسي فيهم راح يعمل لك جالاكتوسيميا. شو اعراض هاي الجالاكتوسيميا؟ اول اشي الجالاكتوسيميا اللي هو اصلا اسمه اللي هو اسم المرض اصلا، ما علينا، جالاكتوسوريا معناته حتزيد كمية الجالاكتوز في اليورين، رح تصير كميته كتيرة في اليورين، رح ينكب كتير جالاكتوز في اليورين. ثالث اشي كاتراكت اللي هي مية بيضة في عدسة العين. كاتراكت هاي كيف بتصير؟ اوكي، اول اشي بيكون في عنا accumulation of galactose in the islands which is reduced to its aqueous galactitol. اوكي، جالاكتوز راح يتجمع في عدسه العين، اوكي، هناك راح نعمل له ريدكشن لجالاكتيتول، اوكي، عن طريق انزيم اسمه الدوس ريدكتيز. وبعدين شو اللي راح يصير بالضبط؟ راح يزيد عندنا الاوزموتيك بريشر، اوكي، جوات عدسه العين، فبالتالي عدسه العين راح تسحب ميه كثير، يصير لها اوفر هايدريشن. هاي الميه راح تسبب دينشوريشن اوف ناتشورال ترانسلوسنت ميلز بروتينز، البروتينات الشفافه تحت عدسه العين راح تصير دينشوريشن، راح تفقد هيئتها، راح تفقد تركيبها، راح تفقد وظيفتها، فبالتالي شو حصير عندنا؟ ميه بيضاء، كاتاركت. اوكي، هلا اربعه deficiency of the enzyme galactose 1 phosphate uridate transferase leads to accumulation of galactose 1 phosphate. اذا احنا ما عندناش الانزيم اللي بيحول جالاكتوز 1 فوسفيت لجلوكوز 1 فوسفيت، اوكي، ويعكس يعكس الشوكرز، اوكي، بيعكس محل الشوكرز مع الكارير يو دي بي، اذا احنا ما عندناش من هذا الانزيم راح يصير في عندنا اكيوميليشن تجمع للجالاكتوز 1 فوسفيت. مشكله الجالاكتوز 1 فوسفيت انه فيش فيه فوسفاتيز انزيم او اي انزيم ثاني بيقدر انه يفصل الفوسفيت منه ويرجعه للجالاكتوز 1،
فايش معناته حيصير؟ انه كل الفوسفيت او يعني كميه كبيره من الفوسفيت في الليفر اوكي راح تضلها شابكه بجلاكتوز 1 فوسفيت مش راح تشبك منه. الليفر راح يبطل عنده فوسفيت عشان يعمل جلايكوجينولايسيس، راح يبطل عنده فوسفيت عشان يصنع جلايكوجين عن طريق جلايكوجينيسيس، وبالتالي مش راح يقدر يعمل جلايكوجينولايسيس لما الجسم بيحتاج شوجر. لما الجسم يحتاج، لما يصير في نقص بالجسم بالجلوكوز او بالشوجر بلاد بيحتاج جلوكوز، مش راح عمليه جلايكوجينوليسيس مش راح تتم اصلا، لانه جلايكوجينيسيس تكوين الجلايكوجين ما صار. اوكي، فايش اللي راح يصير بالضبط؟ راح يصير في عندنا اتاكس اوف هايبوجلايسيميا، راح نسبه السكر في الدم راح تقل كثير بعد ما يصير في عندنا جلاكتوز او لاكتوز فيد. 5 تخلف عقلي mental retardation. 6 ليفر سيل فيلير. اوكي احنا حكينا انه ديو دي ترانسفيرز ديفيشنسي راح تضلها الفوسفات في الليفر شابكه مع جلاكتوز 1 فوسفات مش راح تقدر تفصل عنه، فما في فري فوسفات موجوده في الليفر سيلز، الليفر سيلز مش راح تقدر تحول اي دي بي لاي تي بي، ما في اي تي بي، ما في طاقه، فبالتالي فشل خلايا الكبد او موتها. هون بيحكي انه جلاكتوسيميا تريتمنت، علاج الجلاكتوسيميا لازم يبلش بدري في الحياه من وقت ما هو الشخص بيبي صغير. اوكي، البيبي از فيد لاكتوز فري ميلك فورمولا ام جلاكتوز فري دايت افتر وينينج. هلا البيبي اوكي بنطعميه احنا حليب ما فيه لاكتوز، وبعد ما يكبر ويصير ياكل رح نطعميه دايت ما فيها جلاكتوز عشان ما تسبب المصايب هاي اللي فوق. الحلو في الموضوع انه ايش؟ انه لما الاطفال اللي عندهم جلاكتوز 1 فوسفيت ترانسفيريز ديفيشنسي لما يكبروا اوكي رح يقدروا انهم يستعملوا جلاكتوز طبيعي. ليش؟ لانه في انزيم جديد راح يتكون في الجسم اسمه يو دي بي جلاكتوز بايروفوسفوريداز. هذا الانزيم بيشتغل بنفس الطريقه، يعني نفس الطريقه اللي بيشتغل فيها كان يو دي بي جلوكوز بايروفوسفوريداز وقت اليورونيك اسيد باثوي، بس طبعا راح يشتغل على جلاكتوز مش على جلوكوز. هذا راح يعالج المشاكل بس مش بنفس الطريقه اللي تحت جلاكتوز 1 فوسفيت ترانسفيرز بيعالجها. كيف هذا جلاكتوز 1 فوسفيت اوكي راح يتفاعل مع اليو تي بي عن طريق اليو دي بي جلاكتوز بايروفوسفوريداز، راح يعمل كاتالايزنج رياكشن. اوكي فايش راح يتكون عندي؟ يو دي بي جلاكتوز راح يتكون عندي بايروفوسفيت. طبعا هذا فشو كان الناتج؟ اوكي انه انا حررت فوسفيت، انه انا فصلت الفوسفيت عن سواء هاد او هاد. كيف الناتج؟ انه صار في عندي فوسفيت بايروفوسفيت في الليفر، خلايا الكبد يمكن تحول هذا البايروفوسفيت لفري فوسفيت وبالتالي تستعمله اوكي عشان تعمل جلايكوجين، عشان تصنع جلايكوجين تستعمله عشان تكون اي تي بي، فبالتالي كل المصايب اللي كانت تسببها جلاكتوسيميا راح تختفي. كويس، فعشان هيك كيف تتعالج الجلاكتوسيميا؟ انه طول ما هو شخص صغير اوكي راح ابعده عن الجلاكتوز، راح ابعده عن اللاكتوز اوكي مش راح اعرضه للجلاكتوز لحديت ما يكبر ويقدر انه يكون هذا الانزيم يو دي بي جلاكتوز بايروفوسفوريداز. اوكي هلا مع انه يعني حصير في عندنا تخلف وحصير في عندنا كثير شغلات وكثير مصايب عن طريق جلاكتوسيميا، الجلاكتوسيميا مش راح تقدر انها تاثر على الناتشورال جروث والديفلوبمنت. ليش؟ لانه بيحكي لك هون انه ابيميريز اللي هو هيو هذا هو الانزيم يو دي بي جلاكتوز ابيميريز اوكي الرياكشن تاعت اليو دي بي جلوكوز مع اليو دي بي جلاكتوز ريفرسبل، يعني يقدر يو دي بي جلاكتوز يتحول ليو دي بي جلوكوز او العكس. طبعا الجلاكتوز اوكي يو دي بي جلاكتوز او جلاكتوز بنحتاجه احنا ليش؟ عشان نتصنع كثير مركبات مهمه في الجسم زي جلايكوز امينو جلايكانز جلايكوليبيدز سيريبروسايدز الموجوده خلايا في خلايا مخ وهيك يعني. اوكي فبما انه انا بقدر اكون يو دي بي جلاكتوز بقدر انه الشخص يصير او الطفل هذا يصير في عنده تطور طبيعي ونمو طبيعي. اوكي بس هلا في الخلايا الثدييه او مثلا في الخلايا موجوده في الثدييات لازم تصنع حليب اوكي لازم انا احول جلوكوز لجلاكتوز. كيف خطوات هي مالوفه مرينا فيها كثير برياكشنز قبل هيك. اول شيء جلوكوز راح يتحول لجلوكوز 6 فوسفات عن طريق الهكسوكاينيز، هو مش حاطط اسم الهكسوكاينيز هون، بيجي انزيم اسمه ميوتاز راح ينقل الفوسفات بس من الكربون نمبر 6 بجلوكوز يحطها في كربون نمبر 1 في جلوكوز. طبعا في هون ملاحظه مهمه انه الميوتاز بيشتغل بس على الفوسفات وبينقل مكانها، بينما ايزوميريز بيحول الجلوكوز او اي سكر ثاني للايزومر تاعه، فلازم ننتبه من هاي النقطه. اوكي هلا بعد ما نوصل جلوكوز 1 فوسفات راح يجي انزيم اسمه بايروفوسفوريداز، طبعا راح يخلي الجلوكوز 1 فوسفات يعمل اكشن مع اليو تي بي
عشان يعطيني يو دي بي جلوكوز. وبعدين هذا اليو دي بي جلوكوز اوكي راح يجي انزيم الفور ابيميليز. اوكي طبعا هدول التو انزيمز مروا علينا قبل هيك في الجلاكتوز، بس هون طبعا البايروفوسفوليز بيشتغل على الجلوكوز مش على الجلاكتوز. اوكي الفور ابيميليز راح يحول اليو دي بي جلوكوز ليو دي بي جلاكتوز. هذه اليو دي بي جلاكتوز بقدر استعمل عشان اكون ميوكوبوليسكرايدز اللي هم نفسهم جلايكوز امينو جلايكانز، بقدر استعملهم عشان اكون جلايكوليبيدز زي ما حكينا جلاكتوس ريبروسايدز سلفوليبيدز جانجليوسايدز من هالقصص هاي اللي بيحتاجها الطفل عشان ينمو طبيعي. راح يجي انزيم لاكتوز انفيز مبين من اسمه، راح يشبك اليو دي بي جلاكتوز مع الجلوكوز عشان يكون لي لاكتوز اللي هو سكر الحليب.